اليوم حنسابق في بيجو لاند تريك. ليش من هذا المكان؟ يلا لاند تريك جو جو جو. ضحك علينا الناس. الماي بارد. استعب تشوف. ما في مكيف. صباحكم الله بالخير، موجودين الحين في مدينة الباحة، بس تعالوا شوف كريم ايش قاعد يسوي. صباح الخير. كم غسيل السيارة الله يعافيه؟ عشانك ببلاش. اليوم الثاني، نحن وصلنا الباحة مبارح، الطريق كان مو عادي يا جماعة الخير، في آثار حشرات مثل مو شايفين، فحاليا نظف السيارات شوي، خصوصا أنا لون السيارة الأزرق مبين عليها آثار المطر أكثر من سيارة عزوز لونها سيلفر، بس عادي. طبعا أنا مشغل عشان أحمي الديزل، حورجيكم كم سحبة ديزل في المشوار. تعال شوف. شوفوا بس، نقص شختتين ديزل وباقي تمشيني 571 كيلو. المسافة اللي قطعناها هاي اللي مصفرنا العداد 340 كيلو تقريبا. يلا الآن روح نفطر ونتمشى في شوارع الباحة، بعدين نبدأ الأكشن الصح. مدينة الباحة تعتبر أصغر من مدينة أبها وجاية بشكل طولي، ولكن أكثر شيء يحببنا في مدينة الباحة هو بساطتها، ومن الأشياء البسيطة الجميلة هو أكل الباحة وفطورهم الشعبي. طبعا الفول ناكله احنا دائما مع خبز التميس. التميس عباره عن عجين يحط عليه سمنه او دهن على حسب المنطقه اللي تطبخ فيه، وتنحط في التنور في اقل من دقيقه تكون جاهزه ومقرمشه. طبعا التميس يجي اكبر شوي من الرغيف المعروف المفروض، ولكن طعمه لذيذ جدا خصوصا اذا حطيته مع الفول. ايه، على طاري الفول، ترى الفول اكثر من نوع، هذا اللي كنت قاعد احاول اشرحه على كريم. بس الفول يجي عندك فول قلابه، فول جره، فول تاوى، في اكثر من نوع، واللي حددها نوع الطبخ طبعا، كيف قاعد تطبخ الفول على حسب الطبخة على حسب الاسم. بس الله وكيلكم، يوم نزل الفول والتميس ما عاد صرنا نفرق بالانواع. بدينا في اليوم الثاني في مدينة الباحة، خلصنا فطور وجاهزين لليوم الثاني في مدينة الباحة. كلكم بتعبوا بنزين الا انا الديزل، شوف عندي لسه فوق النص، انا باقي ربع تانكي ترى، بس قدامنا يوم طويل لازم اعبي خلاص. الحمد لله رب العالمين، بعد ما افطرنا الان نحن بطريقنا للتحدي اللي قرر عبد العزيز يسويه، تحدي سباق. من 2019 بنجي كل سنه نسابق في سباق صعود الهضبه في الباحه، يعتبر صعود قوي، زاويه الصعود جدا صعبه. بيجو لاند تريك الحمد لله قدرنا ان نقطع مسافه طويله امس في الخطوط، 5 ساعات سواقه من ابها الى الباحه. الطريق في بعض المناطق كان صعب شوي، معتم، كله منعطفات، فاللي لاحظته على السياره ان انسيابتها جميله، ما حسيت في صوت ضرب هواء قوي على سرعات 100 110 120. الاضاءه الصفراء بصراحه ما عانيت منها، اكيد الاضاءه الجديده الـ LED مثل موجوده مع عبد العزيز حتكون اقوى، ولكن بخبركم انا حتى هذه ما واجهت فيها اي مشاكل. ايضا في شيء انا كنت متوقع اني واجهه، انه انا عندي الحوض فاضي ما في حموله، فعاده بيكون في شو اهتزازات قويه من الخلف، ولكن بكل صراحه الموضوع جدا منطقي مش مزعج على الخط. ما شاء الله، شوف الطريق من كثر ما هو ضيق لازم نوقف ننتظر بعض. تفضل تفضلوا تفضلوا. شكرا شكرا. الطرق في الباحه من كثر ما فيها صعود ونزول تعتبر فعلا تحدي للسيارات، واعتقد البيجول لاند تريك لازم يكون قد التحدي اليوم. وبصراحه اللي لفت انتباهي انه في هالمناطق يحبوا البيك اب، يستخدموه كسياره شخصيه ويستخدموه للمزارع للاعمال بشكل عام، فاللي لاحظته انه هو ملفت للنظر جميع الناس ملاك الانواع الثانيه من البيك اب قاعدين يشوفوا السياره، يطلع عليها شو هذا، خصوصا اللون اللي معي الازرق الملفت للنظر. واحده من الاشياء اللي تميز الباحه اللي هو شمس الباحه، لازم تنتبه حبيبي لما توقف في الشمس مع الهواء البارد والوناسه ما تحس، تكتشف ان تجيك حروق اذا ما انتبهت على نفسك في المناطق المفتوحه. اوكي، وصلنا في الطريق على العزوز، بس وقف عندك، من هنا حيبدا السباق. ليش من هذا المكان؟ لانه يا كريم الزاويه هذه اللي صار عليها الحادث، واللي تابعوني اكيد يعرفون القصه كويس. قبل كم سنه تقريبا؟ تقريبا قبل 5 سنين. 5 سنين، يا سلام. طيب ليش رجعنا لهذا المكان السابق؟ هذا المكان مكان مميز لانه هو اللي يصير فيه اصلا سباق تحدي صعود الهضبه في الباحه. اليوم حنسابق في بيجو لاند تريك. لاند تريك ديزل ضد بنزين هالمره. قول صراحة الأفضلية لمين؟ والله شوف، أنا عندي 210 حصان 320 نيوتن متر، أنا عندي 150 حصان 350 نيوتن متر، فحيكون جيم قوي، لأن الفكرة هنا في الطلوع وفي تسلق الجبال أن يكون عندك عزم مستمر وسلاسة في الصعود.
يا سلام، جير عادي ضد جير اوتوماتيك. بس كريم ترى الباحة لعبتي، ها لا تنسى احنا نسابق هنا كل سنة حبيبي. لعبتك ما لعبتك، انا اعشق شيء اسمه تحدي. شفت في ابها فس عليك بالرقصة الشعبية، شوف كيف. هو يعني المفروض انها رقصة شعبية خاصة فينا، المفروض انا افوز فيها، بس يعني انا اعشق التحدي يا اخي. نبي لعبتنا هنا في السعود، في القيادة، في القيادة. يلا كلنا من سوق، يلا جاهز؟ انا جاهز. تعال نسوي حجر ورقة مقص مرة واحدة، اللي بيفوز بيحدد مين يطلق في الاول. يلا حجر ورقة مقص. انا اقول انت تبدا في التحدي، لان انا حافظ المكان وما ودي انك تشوفني وانا اصعد وتحفظ، فعشان نزيد التحدي اكثر. بسوي حركات انسيابية عشان كمان اطلع اقصى قوة للسيارة. اول شيء بفصل المكيف، بسكر مرايا، بفتح الصندوق الخلفي عشان الهواء. حبيبي كل هذا ما يفيدك، الميدان يا حميدان. فرق 60 حصان. عزوز عندي طفاية تحتاجها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. طلوع طلوع قوي. صعود الهضبة هذه ترى تعتبر جدا صعبة، زوايا الصعود فيها عالية، بالتالي الضغط كبير على اللاند تريك اللي معانا اليوم، سواء الديزل والبنزين. كريم أول مرة يمكن قاعد تسمعون الكفرات تشاحب علشان يوصل لفوق. يا رب. اطلع ايش السلام. اخترنا منطقة النهاية هنا في خط الجبل، بمجرد ما تعدي سيارة كريم من سيارتي يعتبر خط النهاية. الآن له أكثر من دقيقة، المفروض ما يعدي دقيقتين على المضمار حق اليوم. ار بي ام قرب 5.4. أعطيني أعطيها ثالث، بس ما بحط ثالث لأنه عندي طلعة قوية. حرارة ممتازة، اعتقد انه قرب 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 قرب. هذا هو كريم. دقيقة 47، دقيقة 50، دقيقة 51، دقيقة 51. خلصت. اوه ماي جاد، شغله كيف؟ يا رب كم وقتي؟ كم وقتي؟ الله عليك تحت الدقيقتين، والله انك فنان يا شيخ. قول والله. كم بالضبط؟ دقيقة 51 بالضبط. وحش. انا توقعت بتعدي الدقيقتين على اللي انا حسبته. اسمع انا بس كيف الصعود؟ صعب صعب صعب. انا جاهز، السياره جاهزه، سبورت 4x4، طفينا المكيف وجاهزين. يلا 3 2 1 جو. يلا يا لاند تريك. طبعا في بداية الصعود حيكون صعدة خفيفة بعدين ستريت، ففي هذا المكان المفروض تاخذ اكثر عزم وسرعة تقدر توصل لها، بعدين يجيك كسرة الصعود. طبعا هذه اللفة لفة ما تعتبر لفة عندنا في السباق، فناكلها عادي. بعدين نهدي شوي، ضروري جدا وانت صاعد انك تاخذ السرعة معاك بحيث انه يكون عندك مومنتوم عشان ما يموت الحيل. شوف زي هنا الحين في اللفة مات الحيل، فالحين ترجع تضغط على اللاند تريك عشان يشغل 4x4 ويشحن التيربو ونرجع نصعد. شوف شوف الصعدة هنا كيف صارت أحلى، علشان على لفة واحدة. شوف 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 شوف. يا سلام يا لاند تريك. جو 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 جو. يلا لاند تريك جو 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 جو. ضروري جدا لازم تكون سلس وانت تصعد وتحافظ على العزم قد ما تقدر. بريك خفيف، خذ عزم، كمل الصعود. شفت الصعدة هذه؟ أهم من أنك تأخذها صح أنك تصعد بالعزم. يلا عندنا وقت كريم، لازم نكسر. جو جو جو. كافو يا لاند تريك. أوه على الحافة.
اوه يلا يلا جو جو جو، قربنا خلاص من نقطة النهاية ان شاء الله اكسر الدقيقة 51 عشان نسلم على كريم كذا واحنا جايين. جو 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 دقيقة 35 ثانية. واو يسوي كذا يعني الامور تمام ان شاء الله. دقيقة 35. اوه لا 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 تطور كبير، هذا تطور كبير، رقم كبير، بس تعبت شوف ما في مكيف. هارد لك كريم، انا عارف التحدي ما كان ابدا سهل، بس علمنا كيف كان التحدي بالنسبة لك. والله تحدي اسمه تحدي، مبروك الفوز. فرق قوة واضح وبنزين وجير أوتوماتيك أسرع بالتبديل مهما كانت سرعة تبديل أي شخص. بالآخر أنا المعاي نسخة الديزل مش مصممة لتسارعات، مصممة لحمولة تحمل وصرفية ممتازة، ولكن أنا قبلت هذا التحدي. ويعني فارق تقريبا 14 ثانية، شيء بسيط، خصوصا أول مرة ترى يجرب. شيء بسيط 16. ضحك علينا الناس 16 ثانية بسيط. كويس انت، فرق كبير صراحة. طب راضيني الحين انا شو اسوي؟ شوف احلى منظر موجود عندنا، شلال جميل صراحة، وبعدها بوديك لأقدم مطعم بوكلك رز ولحم ما ذقته في حياتك. يلا. وبعد الخسارة المبرحة كان لازم نروق البال ونعدل المزاج بالمناظر الحلوة في الباحة. طبعا بعد تحدي صعب كان لازم نودي كريم على الوادي، لان انا عارف ان المكان هذا فيه شلال واللي راح يحسن نفسية اي انسان. طبعا ما شاء الله لما ينزل الموية من الجبل الى الارض تلاقيها موية باردة، فحتى اجواء المكان صار الجو بارد، في هواء عليل، وطبعا ما يحلى المكان الين تدخل انت بنفسك عند الموية وتاخذ لك كذا انتعاشة موية باردة وتغسل فيها وجهك، تحس انك قاعد تتنفس الموية. ها كريم، ايش رايك في المكان؟ ان شاء الله طيبت راسك. الاجواء نار، الماي بارد، بس محتاج بالسعودي يسموه الجح او الرقي او الحفحف. حفحف لازم، حفحف، حطه في الشلال البارد واكسر وكل. كاسة شاي على جنب كأنك ما تدري، أمورك تمام. يلا جوعان، خلصنا هنا المخمخة، تعال الحين أدلع بطنك. يلا تبي توقع بس. تراكشن شغال؟ كله شغال برو. يلا. وإحنا رايحين عاد نتغدى مطرت علينا مطر قوية لدرجة إنك تسمع صقعة المطر وهي نازلة على القزاز كأنها ضربة قوي قوي ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله الأمطار يا جماعة الخير مو عادية في الباحة، فنصيحة بس القيادة في الأمطار دائما اتركوا مسافة أمان، شغلوا كشافات الضباب، لا تعطي رباعي لأنه مع الأمطار القوية هي ما شاء الله في إمكانية تشكل ضباب أيضا، فالتحذير الرباعي هو فقط عند توقف مفاجئ أو في مشكلة في سيارتك أو تعطل، استخدم الغيارات العكسية. والحلو أنا معي قرع عادي، فشو داون شيفت، شوف مشي رجلي السيارة توقف مش عادي، الغيارات العكسية بتسوي انجن بريك، يعني المحرك هو اللي بيبطئ السيارة، بالتالي منقلل الجهد والضغط على الفرامل، والفرامل مع المطر ممكن ما يكون أداها يعني على أرض مبتلة غير الأرض الناشفة، عرفتوا كيف؟ فممكن تتزحلق السيارة معك حتى مع وجود الـ ABS، فالغيارات العكسية هي الخيار الأنسب عشان توقف الأسرع، والله يحفظنا وإياكم. طبعا رحنا على مطعم طلوب، يمكن المطعم امكانياته بسيطه ولكن احلى شيء فيه المطل. حياك حياك الذيب، شوف ما شاء الله هاي غرفه مطعم، غرفه عائله واحده بحجم بيت ما شاء الله. لا شو الاطلاله، بتشوف الاطلاله، البرق، الرعد، البرد، المطر، كل شيء موجود. الطريق كان ولا اجمل، مطر، برق، رعد، فجاه بيطلع عندك شمس بعدين ومنعطفات، طريق ولا اجمل. انا سعيد انك انبسطت في الرحله وفي المكان، بس حتستمتع اكثر في الاكل. نص ذبيحه على بسمك. كيف كيف كريم، دسم شاربك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهم شيء الدقوس. ها شيل اي لازم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. شباب التصوير
خلى عنكم الكاميرات. بسم الله تعالوا وكمل معاكم بعد الأكل. انطحوا فالكم تعالوا. بسم الله. بسم الله. سبحان الله الجو في لحظة يتغير في الباحة، مثل ما شايفين برق ورعد ومطر. مثل ما شايفين خلصت رحلتنا في الباحة. يا أخي أحب الباحة. وشكرا لأهل الباحة اللي تواصلوا معاي عبر سناب شات وإنستغرام، خلنا نتلاقى. بس مثل ما شايفين إنه رحلتنا يعني قصيرة، حان الوقت الآن إن إحنا نغير ونطلع إلى رحلتنا القادمة. ولكن خلوني أسولف لكم عن البيجو وعن اللاند تريك. البيجو لاند تريك كان مبدع على المنعطفات بصراحة، ما توقعت هذا الأداء، ما توقعت هذا الصمود من الضغط المتواصل. فحاليا حطينا أغراضنا في الشنط ومتوجهين إن شاء الله إلى وجهتنا التالية اللي هي الطائف. طبعا قبل لا نمسك الخط أكيد لازم تشيك على مستوى البنزين اللي عندك في السيارة. اللاند تريك ما شاء الله احنا عبيناها الصباح فل إذا تتذكرون. الآن بعد التحديات وبعد الروحات والرجعات داخل الباحة نزل من عندي شرطتين اللي يعتبر ربع تانكي. باقي لي هنا على الرينج 373 كيلو. تتكلم من هنا للطايف تقريبا المسافة هذه أو أقل. عندي نسخة الزام بمشيني 351 كيلو، ولكن بحكم أنه كان عندنا استخدام شاق شوي للسيارة فالرينج اللي موجود يبرمج نفسه على طريقة قيادتك. يعني هو مو ثابت، الرقم هذا مش ثابت. إذا بديت تسوق بشكل أهدى وأفضل يبدأ الرينج هذا يزيد. الكمبيوتر يستوعب أن أنت صرت هادي وأن الكمية اللي موجودة ما حتستهلك بسرعة زي ما كنا نستهلكها اليوم داخل المدينة أو على صعود الجبال، فبالتالي الرينج هذا المفروض يزيد أكثر. ارجع تعال، عندي كاميرا يا استاذ. اخي ذلي انه هو عنده كاميرا وانا ما عندي. الحمد لله على السلامه. خيرا الحمد لله رب العالمين. وصلنا الطائف، حاليا وصلنا الفندق، حنام عشان بكره نبدا رحلتنا في الطائف باذن الله. في اشياء حلوه اختبرتني سرعه في الباحه. جهز نفسك لتحدي جميل في الطائف. شيء جديد، شيء يعني السيارات اللي معانا اللاند تريك حتكون لعبتهم. يعني إن شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وانتظرونا إن شاء الله الحلقة القادمة ونحو شعار الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. السلام عليكم. هذه حاليا بعد شهر تبدأ تفتح زهر أبيض، أكثر نبتة تدخل في صناعة العطور الرجالية.